تلعب التغذية أثناء الحمل دورا مهما على الجنين والأم، فكيف تتعامل الحامل مع صيام رمضان؟ وهل يجوز للحامل أن تصوم؟ الإجابة على هذا السؤال ليست قاطعة، فلم يتفق الأطباء على إجابة واحدة، ولا زال هذا الموضوع مثير للجدل. من المستحسن ألا تصوم النساء في بداية فترة الحمل، خاصة ممن يعانين من التقيؤ ويفقدنا الكثير من السوائل، وذلك لمنع حدوث الجفاف ونتيجة لهبوط ضغط الدم الطبيعي في الحمل، والذي يؤدي إلى الشعور بالوهن والتعب، فإن الصيام يزيد من هذه الأعراض. لذلك فإن النساء الحوامل عرضة لأن يصابن بالإغماء أثناء الصوم، وقد يصابن بشعور عام سيء أكثر من غيرهن من النساء. أما بالنسبة إلى الثلث الثاني من الحمل، فقد بينت الدراسات أن الحمل يستهلك كمية مضاعفة من الطاقة، وأن الصيام في هذه المرحلة قد يزيد من فرصة حصول الولادة المبكرة، علما بأن الدراسات قد أظهرت أن صيام النساء الحوامل في الثلث الأخير من الحمل لا يؤثر على مؤشرات نمو الجنين. أهم النصائح الواجب اتباعها أثناء الصيام في شهر رمضان: من الأفضل استشارة الطبيب المختص قبل الصيام لمعرفة ما إذا كانت المرأة قادرة على الصيام أم لا، كما يجب أيضا تناول كميات مضاعفة من الفيتامينات والحديد والكالسيوم والمكملات الغذائية، ذلك لأن جسم المرأة يفقد الكثير من هذا خلال الصيام، لكن يجب استشارة الطبيب قبل القيام بذلك. كما يجب أيضا تناول المرأة وجبة فطور وسحور صحية بحيث تحتوي على غذاء متوازن ومتنوع، كما يجب شرب كميات كافية من السوائل خصوصا المياه بين السحور والإفطار. يجب أيضا الخلود إلى النوم والراحة خلال فترة النهار ومراقبة الحمل بشكل جيد وحركة الجنين، كما يجب البدء بشرب كوب من اللبن وبعض من التمر على وجبة الإفطار، كما يجب الابتعاد عن شرب المنبهات مثل الشاي والقهوة، ويجب أيضا تناول الخضروات والفواكه باستمرار، هذا لاحتوائها على الألياف والمياه. ودائما ما يجب مراجعة الطبيب في الأوقات المحددة خلال شهر الصيام. يجب أيضا الابتعاد عن الحلويات والسكريات، ذلك بقدر المستطاع حتى لا تزيد من كمية المياه المحيط بالجنين، حيث تكتفي بتناولها مرة أسبوعيا. يجب أيضا الابتعاد عن الوجبات الدسمة والدهنية التي تسبب عسر الهضم والتعب وتؤدي إلى زيادة غير مرغوبة في الوزن. أما بالنسبة لتأثير الصيام على الجسم، فيستهلك جسم الإنسان أثناء الصوم بداية مخازن السكريات التي تتواجد بالأساس في الكبد في سبيل الحصول على الطاقة، من ثم يبدأ الجسم باستخدام الكيتونات المنبثقة من الأحماض الدهنية للحصول على الطاقة اللازمة والمحافظة على الكتلة العضلية ووظائفها. أما بالنسبة لتأثير الصيام على جسم الحامل، فيمكن تلخيصه في النقاط التالية: لا تؤثر الكيتونات سلبا على جسم الإنسان البالغ. أما بالنسبة للحوامل، فهي أكثر عرضة لحصول ارتفاع في نسبة هذه الكيتونات في الجسم، الأمر الذي قد يؤدي إلى وصولها للجنين عندما تكون كميتها كبيرة، فإنها قد تلحق الأذى به. لكن نسبة الأجسام الكيتونية التي تتراكم أثناء الصيام قليلة، ولا يوجد دراسات كافية تؤكد أو تنفي تأثيراتها الضارة، أي أن الاشتباه بتأثيرها الضار لا يزال نظريا فقط. وهناك بعض الحالات التي يجب فيها عدم صيام المرأة الحامل: إذا كان الجنين لا ينمو بشكل طبيعي، إذا كانت كمية السائل الأمنيوسي قليلة ويعرف بأنه السائل المحيط بالجنين الذي يقوم بحمايته، إذا كانت المرأة الحامل تعاني من مرض السكر وتتناول جرعات من الإنسولين، إذا كانت الحامل تعاني من أمراض القلب وتأخذ أدوية خاصة بتخثر الدم، ذلك لأن تركيز الدم يحدث مع نقص السوائل مما يؤدي إلى حدوث إصابة بالجلطات. وهناك بعض الأعراض
التي تصيب الحامل أثناء الصيام، حيث عليها الإفطار مباشرة واللجوء لاستشارة الطبيب المختص إن لزم الأمر. منها ما يلي: الإرهاق والتعب الذي يتمثل بانخفاض الضغط أو ارتفاعه، والشعور بالغثيان والتقيؤ وبرودة الأطراف وعدم القدرة على القيام بأي مجهود بدني أو نشاط، الشعور بألم في البطن والظهر والذي يترتب عليها الولادة المبكرة والإجهاض، قلة في حركة الجنين خلال نهار الصيام. ومن المحبذ ألا تصوم الحامل في رمضان إذا كانت من المعرضات لخطر كبير، مثل اللواتي يعانين من مضاعفات الحمل مثل داء السكر أو ارتفاع ضغط الدم. ولا تنصح النساء اللواتي يعانين من المخاض المبكر في الحمل الحالي أو عانين منه في حمل سابق بالصيام. كما أن النساء اللواتي يتناولن أدوية مهمة بعدة أوقات في اليوم، ولا نقصد تناول الفيتامينات والحديد التي يمكن أخذها بعد الإفطار. قومي باستشارة الطبيب في حال قرر الطبيب بأنه يتوجب عليك الامتناع عن الصيام، فعليك هنا الالتزام بالتعليمات. وإذا كنت حاملا وتستطيعين الصوم، فهكذا تهيئين نفسك له بالتقليل من أي خطر أو تعب عليك وعلى الجنين. أولا، من المستحسن أن تكسري من شرب المياه قبل يوم، أي في وجبة الإفطار والسحور من بداية فترة الصيام. كما ينبغي أن تقللي من استهلاك الكافيين والسيوفيدين التي تتواجد في القهوة والشاي العادي والكاكاو والمشروبات الغازية، وأكثري من شرب المياه بما يعادل من 10 إلى 12 كوب من الماء يوميا، حتى تتيحي لجسمك أن يخزن السوائل. ويفضل أن تتجنبي المشروبات المحلاة أو المالحة، ولا ينصح بشرب كميات كبيرة من الماء عند السحور، فالشرب قد يسبب ألم في البطن وقد يسبب حدوث تقيؤ، وقد يؤدي الصوم إلى تعجيل موعد الولادة. وهناك عدد من النظريات التي تفسر هذه الظاهرة. أولا، يؤدي الصيام إلى ارتفاع مستوى هرمون يدعى ADH الذي يشابه في تركيبه هرمون الأكستيوسين، وهو هرمون معجل للولادة يتم إفرازه من الدماغ. عندما يرتفع مستوى هرمون ADH في الدم، فهذا يؤثر على مستقبلات هرمون الأكستيوسين ويؤدي إلى تعجيل الولادة. ثانيا، يؤدي هبوط نسبة السكر في الدم إلى اللجوء إلى مخازن الأحماض الدهنية عند الجنين أيضا. هذا الارتفاع بنسبة الأحماض الدهنية قد يحفز بداية عملية الولادة. إن الحمل في حد ذاته ليس مرضا، بل هو حالة فسيولوجية طبيعية. فخلق الله عز وجل جسم الأنثى مهيأ لها من كل النواحي، وقد أثبتت معظم الدراسات عدم وجود آثار سلبية لصيام الأم على صحتها ووزن الجنين ونموه إذا كان الحمل طبيعيا. لذلك فإن كانت الحامل تتمتع بصحة جيدة ولا تعاني من بعض الأمراض مثل السكر أو أمراض الكلى أو غير ذلك، فإنه يمكنها الصيام مثلها مثل أي سيدة غير حامل، وبدون أن يكون هناك أي أذى على الحمل. فالجنين يصله غذاؤه كاملا عن طريق دم الأم، بغض النظر إذا كانت الأم في حالة صيام أم لا. فإن كانت الأم صائمة، فإن التغذية للجنين سوف تتوفر عن طريق مخازن جسمها، فتخرج من هذه المخازن المواد الأساسية اللازمة لنمو الجنين، ثم تمر عن طريق الدم إلى المشيمة وبسهولة، فتؤمن له حاجته الكاملة. ونحن نشبه الجنين بالطفيلي، أي أنه يتغذى على حساب الآخرين. لذلك في حالة الصيام سوف تكون الأم هي الصائمة، بينما الجنين لا يصوم، حتى في الحالات التي هي أشد وأقسى من الصيام، مثل حالات مرض الأم الشديد أو في المجاعات والحروب، حيث قد لا يتوفر للأم الحامل حاجتها الكافية من الطعام في مثل هذه الظروف. فكانت حكمة الله عز وجل أن جعل جسم الأم يبدأ بتخزين بعض الدهون الاحتياطية في جسمها، ذلك منذ بداية الحمل، لتكون مخزون لهذا الجنين عند الحاجة. ولهذا
فإن الحامل وبشكل فسيولوجي وطبيعي تكتسب ما مقداره 3-4 كيلو جرامات إضافية في وزنها، هي عبارة عن دهون احتياطية لا علاقة لها بوزن الجنين.